الرياض 2030 هي وجهة المعرض الأغلى والأطول مدة والأعلى تكلفة إكسبو. هذه الاستضافة المستحقة هي جائزة العالم للمدن الطموحة. الرياض مصنفة ضمن أكبر اقتصادات المدن في العالم، ومشاريعها الضخمة وموقعها المميز وعدد سكانها اللي بيصل إلى 15 مليون يعيشون في مدينة خضراء وبيئة مستدامة، كل هذه معطيات تقول بأنها مدينة المستقبل. أكثر من 40 مليون زائر بيتعرفون على مشاريع نيوم والدرعية التاريخية وحديقة الملك سلمان والقدية والمربع وغيرها. في الواقع الافتراضي راح يستقبل إكسبو الرياض أكثر من مليار زيارة، بيكون فيها هو المعرض الافتراضي الأكثر زيارة في التاريخ. وطيران الرياض راح يربط بين الرياض ومئة وجهة عالمية بحلول 2030، ويوصل القادمين والعائدين من الإكسبو. بينما تنقل خطوط المترو الجديدة الزوار بين المطار وإكسبو ومعالم وأماكن ووجهات الرياض المختلفة. بيزيد إكسبو من مشاريع البنى التحتية ميزانية تتجاوز 7 مليار، ويسلط الضوء على الثقافة ويجذب الاستثمارات ويزيد فرص العمل وينشط السياحة ويسوق الهوية السعودية ويخلق اقتصاد موازي متكامل تقدم فيه الرياض ابتكاراتها وحلولها وثقافتها ومشاريعها وأفكارها، وتفتح أبوابها للعالم في أكبر محفل دولي.